السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبابي، مرحبا بكم في قناة عالم صوفيا. اليوم فيديو مختلف عن باقي الفيديوهات، بغيت نتقاسم فيه معكم بعض من المشتريات ديال الوالدة اللي جابتهم من المغرب الحبيب، لأنه بزاف ديال البنات كيعجبوهم بحال هاد المشتريات هذه، وخاصة الناس اللي في الغربة. وعلى هذا الشيء قلت علاش لا ما نشاركش معكم هاد الهدايا او الباروك اللي جابت لينا الوالدة، ونتمنى احبابي يعجبكم هاد لا فيديو. وما تنساوش تشتركوا عندي في القناة ليصلكم كل ما هو جديد مني ان شاء الله. ونبدأ هنا على بركة الله، بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. هنايا كما كتشوفوا احبابي، فهاد القصريات هادو كانت جابت منهم الوالده، خدات منهم ثلاثه، فهما كيجي الشكل ديالهم رائع كما كتشوفوا هنايا، فكل وحده والحجم ديالها، فكيجيو زوينين في كسكسو، في الرفيسه، كيبقاو شي حاجه ديال البلاد اللي هي كما كتعرفوا فالصناعة التقليدية لا يعلى عليها، كتبقى شي حاجة زوينة ودير البلاد وتقليدية. هنايا كما كتشوفوا هاد الغراف هذا اللي كيحمق عليه الكبير والصغير. خدات ايضا هاد النجيمة اللي هي عبارة عن انتما كما كتشوفوا طبيصلات صغيرين، ممكن اننا نديرو فيهم الزيت العسل اي حاجة، فكيجيو زوينين حتى الشكل ديالهم كيجي شي حاجه زوينه نتوما كما كتشوفوا. وهذا الطبيسيل هذا اللي كيبقى تقليدي وشي حاجه زوينه نتوما هادو كما كتشوفوا، فالشكل ديالهم كيجي تقليدي ورائع. هنايا حاولت انني الفيديو نسرعو شي شويه معاكم لانه جاني طويل. وهنا الضيافر هادو يجي الشكل ديالهم رائع ما شاء الله. الطيفور هذا ديال الخبز حتى هو كيجي شي حاجه زوينه ما شاء الله. وهاد القويلبات هادو ديال السكر كما كتشوفوا، فكيجيو زوينين في المناسبات هكا، خاصه في مناسبه ديال عاشوراء. وهاد العقيق هو ديال حلويات، لانه هنا كما كتعرفوا فهاد الاشياء غاليين بزاف، فانا ان شاء الله الى بقى العمر غنشاركهم معاكم انتوما. فهنايا فقط غير 100 غرام كتجي غاليه، كل شيء على هاد الخماله هذه كما كتشوفوا تقليديه وزوينه. الطيفور هذا هو اللي عجبني، يجي شي حاجه زوينه للخبز هكذا فوق الطبله. فكما كتعرفوا الاشياء التقليديه لا يعلى عليها صناعه بلادي. وهذه المعلقه هذه كتحطوا فيها المعلق او الملعقه اللي كتحركوا بها. هذا الديكور هذا حتى هو شي حاجه اللي زوينه ما شاء الله. كما كتعرفوا هاد الحويجات هادو واخا كاينين هنايا كيكونوا غاليين وكيتباعوا بواحد الثمن، فما فيها باس الواحد يشري شي حويجات بحال هادو اللي يفكروه بالبلاد، وايضا يكونوا شي حاجه زوينه في الدار. هنايا هادو كنت وصيت الوالده ديالي عليهم، خدات لي منهم غير زوج، هنا كيتباعوا ايضا ولكن خدات لي منهم غير زوج. غادي نحاول انني نشارك معكم شي طرط ان شاء الله، كيجيو حتى هما شي حاجه رائعه. وكل شيء على هاد الطنجيه هادي من هاد لا فيديو هادي، كنحيي الناس من مراكش، فانا الطنجيه كنت موصي عليها الوالده ديالي، قلت ليها ضروري ما تجيبي لي الطنجيه انتما كما كتشوفوا، غنشاركها معكم حتى هي ان شاء الله الا بقى العمر، تجي شي حاجه زوينه ما شاء الله. فانا البنات من عشاق الصناعه التقليديه، كتجي شي حاجه زوينه خاصه الفخار، فهو لا يعلى عليه شي حاجه اللي زوينه ما شاء الله. الغريري في هذا اللي بالقله ديالو حتى هو
انكم اننا نديرو فيهم الماء او انكم ديروهم حتى ديكور وكيجي شي حاجه زوينه في الدار وعاطي المنظر. انتوما وهنايا هاد الخميسه هادي اللي كنت حتى هي وصت عليها الوالده ديالي قلت ليها ضروري ما تجيبي ليا شي خميسه. نتوما كما كتشوفوا كتجي شي حاجه زوينه ما شاء الله، شي حاجه اللي تقليديه ورائعه، شي حاجه ديال البلاد. ما شاء الله فداكشي التقليدي كيجي شي حاجه زوينه خاصه في الدار. فانا هنايا حاولت انني نشارك معكم هذا الشيء كامل اللي جابت لي خدات، وهذا الطبقات هادو ديال اللي كتحط عليهم شي حاجه ملي كتكون سخونه انتما كما كتشوفوا، وهاد السليله هادي اللي كانت خاصاني بالنسبه للخرجات هكذا، فانسان كيبغي يخرج في يدي فيها هكذا شي حويجات الاكل كيبقى كل شيء باين ما شاء الله. فما تديوش على الكركبه لانه الدار كانت مكركبه، وهاد السطيله هادي بالنسبه خل الوضوء والكيس. فهاد الاشياء هادي كاينين هنا موجودين البنات، ولكن كيتباعوا بثمن باهظ، فالانسان غادي ما فيها باس يجيب معاه هاد الحويجات بحال هادو، بحال هاد الاخر ديال الصابون كتجي زوينه، كتجي شي حاجه زوينه. وهاد العسل، عسل الحره ديال البلاد، وهاد الملون ايضا الغذائي هو غير صحي، ولكن كما كتعرفوا فالانسان ضروري انه ياخذ هاد الحوايج كيستحقهم شي من خطرات هكا بحال شي مناسبه ديال عراضه او ضيافه هكذا، واخا كيكونوا غير صحيين وما خصناش نستعملوهم بزاف. وهنايا هاد المرتديلا كنت موصيه عليه، كنت مشهيه ديال البلاد، وكيجي شي حاجه زوينه ايضا. فالانسان واخا هنا كاين الموجود لكن ما كيجيكش كما البلاد، فهاد الحويجات هادو ما كيعرف قيمتهم الواحد حتى كيكون في الغربه عاد كيحس بقيمتهم. هنا هاد لي ساشي هذا كان فيه كنور، ضمه كنور، فتا هو البنات غير صحي ولكن ضروري ما ناخذوهم في مناسبات بحال هكذا عراضه، فالانسان ضروري ما هي ضروري ما يستعملهم. وهاد العيبات هادو كنت خداتهم الوالده على حساب الطبله، خدات منهم زوج واخا كاينين هنايا، ولكن الانسان ضروري ما يجيب ريحه البلاد. وكل شيء على هاد لاله مولاتي القريعه فهي شي حاجه زوينه، فالوالده ضروري ما خصها تجيب ريحه البلاد، فخرجت ما شاء الله. وهاد زيف حياتي ضروري منه، واخا مكتوب فيه هديه لاعز الناس، هو كيبقى شي حاجه ديال البلاد وايضا ضروري منه كما كتعرفوا. وهاد البيجامه هادي كانت جابتها ليا، هادي كانت خداتها للزوجه ديال الاخ ديالي، فعندها واحد تويشيات من تما شي حاجه زوينه ايضا. هادي كانت جاتها كهديه، وهادي كانت جابتها ليا، فهاد ضروري من هاد البيخامات هادو. واخا هنا كاينين موجود الخير لكن الانسان ضروري ما يجيب هاد الحويجات هادو من البلاد. وهاد الشيلان هادو كانت جابت لي انا واحد وواحد للزوجه ديال الاخ ديالي. وبالنسبه لهاد الجليليبه هادي فكنت شراتها هي، حمقاتني قلت نشاركها معاكم شي حاجه زوينه. وهاد البدعيه هادي جاتها كهديه، وهذا الطبق هذا اللي حمقني اللي هو ديال الخبز، شي حاجه تقليديه وزوينه.
بالنسبة للزيت أيضا، فالزيت ضروري ما تأخذ الزيت ديال البلاد. وهذا البيجامات هادو اللي كانت جابتهم للأقارب ديالي للعائلة، فضروري ما كتجيب ليهم الباروك ديال المغرب هاد السويك هذا. بالنسبة للعطرية فضروري منها، أنا من هنايا ما حليتهاش معاكم لأنها فيها بزاف ديال الحوايج، ومع الابن ديالي كان هنايا، راكو عارفين الوليدات الصغار كيعجبوهم هاد الشيء، يعجبهم يفتشو صافي البنات. وكان هذا هو الباروك اللي جابت الوالدة من المغرب، كما كتعرفوا فهاد الأشياء ما كيعرف قيمتها الواحد حتى كيتغرب على بلاده. كنتمنى يا ربي هاد لا فيديو ينال الاعجاب ديالكم، وتاخذوا ولو افكار بسيطه الا مشيتوا للمغرب شنو غادي تاخذوا. وهنا احبابي وصلنا لنهايه لا فيديو هادي، كنتمنى يا ربي ينال اعجابكم، وخليت لكم رحمه الله، والى فيديو اخر ان شاء الله.